حول ضرورة الحياد والنزاهة والشفافية يوم الانتخاب، اللي كلنا مصرين على أنه هيدا بيمثل صورة الدولة، وهذه الدولة تتقدم في كل مجال من حيث الاستقرار ومن حيث الأمن ومن حيث الاعتراف الدولي بهذا الاستقرار وبهذا الأمن وبنجاحات الإدارية والمالية اللي حققت خلال فترة الحكومة الحالية بعد انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة برئاسة الرئيس الحريري. جرت الانتخابات البلدية مثل ما بتعرفوا من أقل من سنتين وكانت ناجحة وما صار فيها أي خطأ. الآن نحن أمام قانون جديد للانتخابات معقد لأول مرة يطبق بلبنان، ولكن وزارة الداخلية ووزارة الخارجية عملوا تجربة أيضا ناجحة بالانتخاب المنتشرين خارج لبنان، وعم اتفقنا أو كانت تعليماتي واضحة لكل القوى الأمنية بأنه متابعة سير العملية الانتخابية بنفس الهدوء وبنفس الحياد وبنفس الشفافية والنزاهة اللي مستمرة في الأمور حتى الآن. واضح أنه الجو السياسي أيضا مساعد، ما في نسبة توتر عالية وما في مبرر لأي يعني خلل أمني لا سمح الله. واضح أيضا أنه كل المرشحين عم يتصرفوا بحرية وبيمارسوا التسويق لمشاريعهم، وما في أي توتر عالي يبرر أي إشكالية. استمعت لرأي الضباط حول الجو الحالي وحول توقعاتهم ليوم الأحد الجاي، وإن شاء الله واضح أنه كل الأمور موضوعة على السكة بشكل سليم بكل الاتجاهات، من جهتنا بالتحضير لكل شيء تقني وكل شيء للجان القيد وكل شيء بتعلق بالصناديق بالأوراق المطبوعة سلفاً، بكل الإجراءات اللي كانت مطلوبة تمت حتى الآن بنجاح. والمسائل التقنية كان في فضل كبير للأوجيرو ومدير العام الأستاذ كريدية وبذات الوقت للشركتين اللي تعاونوا بالتمديدات ب 200 مقر للجان القيد الابتدائية والعليا والبرنامج الخاص لاحتساب النتائج اللي هو لأول مرة يطبق في لبنان. حتى الآن التجربة ناجحة، عم نجربها بكل قصور العدل اللي عم نزورها، والضابط المعني أيضا والمسؤولين بالشركتين أيضا عم بيتابعوا، وعند الضرورة مستعين بألفة، يعني عنا عدة بدائل في حال حصل أي انقطاع لأي سبب. موضوع الكهرباء عم يعالج، كل الأمور ماشية بالسكة السليمة، وأنا متفائل بأنه ما رح يصير شيء إن شاء الله على الأقل من جهة الداخلية. الآن في مسؤولية المرشحين وفي مسؤولية الناخبين أنه هذا الأمر يتم بهدوء وديمقراطية كاملة بدون الدخول بمتاهات تعطل هذه الصورة الجميلة عن لبنان بالوقت اللي كل الدول المحيطة فينا يعني تعيش مشاكل وحروب. بلبنان الحمد لله الوضع الأمني جيد جدا منذ سنوات، والوضع السياسي توتر وتقليدي، ما في شيء جديد يعني بالخلاف، والانتخابات ميزة من مزايا تقدم النظام الديمقراطي وتأكيد حق الناس باختيار مرشحينا بصندوق الاقتراع. يعني فينا نقول أنه الجهوزية الأمنية كاملة على إجراءها الانتخابات على كامل الجهوزية الأمنية كاملة من كل الأجهزة، يعني من الجيش عندهم مخطط واضح جدا بكيفية الحفاظ على الأمن، من قوى الأمن في مخطط أيضا، يعني حيكون في ما بعرف الرقم تماما بس أكيد
أكثر من 25-30 ألف عسكري بجهوزية تامة يوم الانتخاب على الأراضي اللبنانية كلها. والأمن العام أيضا ساهم في هذا الأمر من حيث العديد، وفي تحضيرات أيضا من يوم الجمعة لتسهيل وصول الناس لمناطقهم البعيدة عن العاصمة منشان ما كله يصير يوم الأحد ويصير زحمة غير طبيعية باللي بده يوصل لقلم الاقتراع بضيعته أو بمدينته الأخرى أو ب... عفواً. أنا بتوقع إنه اسمع لي ما في ضرورة، لأنه الشحن عام، بمعنى إنه يعني كل جهة سياسية عم تقول الكلام اللي بتقوله ولجمهورها وبتروح على البيت. يعني عملياً ما في نية واضح، ما في قوة سياسية عندها نية إنها تفتعل أي إشكال، لأنه هيدي بطالها أيا كانت، بطالها وبطال نزاهة الانتخابات بذات الوقت. فما بعتقد حدا بده يعرض نتائج الانتخابات لخلل بسبب توترات من هنا وهناك. بعدين ما في شيء استثنائي بالتعبئة، يعني حضرنا انتخابات سابقة، الفرق انه كان صرنا زمان كتير ما عملنا انتخابات، نحن عم نحكي من 9 سنوات. صوت التفضيلي المضحك بالأمر أنه حيصير بين أعضاء اللائحة نفسهم، وهذا يقول مش تعبئة هيدي، يعني مشكلة بالصوت التفضيلي بالزملاء مش بالتنافس السياسي بين لائحتين. في موضوع أقلام النفوس حكى أنه هلأ في مشكلة بموضوع إصدار أجيال الآن، في شيء أرى عم ندرس موضوع، هو ما في مشكلة إصدار هويات، لا مش هيك. المشكلة الحقيقية هي انه في عدد كبير من الهويات ما عليها الصورة، وبالتالي في اشكالية تجري الان دراستها من الجانب القانوني خاصة بالمنطقة هون لحلها. رجعني عدد من المرشحين من الوزراء الزملاء وعم ندرس جديا امكانية حلها. في بعض الناس عملوا اخراجات ايد وهذا كافي، ما بيقدر يعمل، يعني الكلام انه العدد كبير حتى لو رغب يعمل محدود. الغريب انه طيب ما بذات الوقت من سنة ونص بانتخابات البلدية كيف صوت؟